السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم هي الجزء الرابع من عرضنا ومناقشتنا لكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام للأستاذ سيد قطب، واليوم سنقدم لحضراتكم الفصل السادس المعنون سياسة المال في الإسلام. ولأنه فصل طويل نسبيا يصل إلى 38 صفحة، سأحاول أن أقدمه على ثلاث حلقات، يعني ونتعرض فيه للملكية الفردية. الملكية الفردية، ثلاثة أشياء في الملكية الفردية. اليوم سنعرض حق الملكية الفردية وطبيعة الملكية الفردية ووسائل الملكية الفردية. سياسة المال في الإسلام تعتمد وتقوم على مبدأ أن العبودية لله وحده، وأن المال هو مال الله، وأن التصرف في هذا المكان في هذا المال يكون طبقا لشريعة الله وشرع الله، ويراعي مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حد سواء. وسياسة المال تقوم على وسيلتين أساسيتين، التشريع والتوجيه. على سبيل المثال، يمكن أن تضرب الزكاة كمثال على التشريع، أما التوجيه فيعود إلى ولي الأمر. يعني على سبيل المثال، إن مرت الأمة ببعض الأمور أو بعض الأوقات الصعاب أو بعض الأزمات الاقتصادية على سبيل المثال، أو في وقت حرب على سبيل المثال، ووقتها تكون الزكاة 2.5% تكون غير كافية لتغطية نفقات الدولة، هنا يكون من حق ولي الأمر أن يفرض ضرائب أو رسوم أخرى من أجل تغطية هذه النفقات العامة. فالزكاة كتشريع، والتوجيه يكون من حق ولي الأمر إن وجد أن نسبة الزكاة غير كافية في أوقات معينة تمر بها البلاد. الملكية الفردية، نبدأ بالحديث عن الملكية الفردية وعن حق الملكية الفردية. الإسلام اعترف بالملكية الفردية وجعلها حقا رئيسا لأي فرد، وصان وحمى هذه الملكية الفردية بأن شرع حد قطع اليد، حد السرقة، قطع يد السارق. ولو تمعنا في هذه العقوبة التي تبدو قاسية، ولكن هي فعلا عقوبة رادعة تمنع السارق من السرقة وتعاقبه بما يستحق. فالسارق حين يسرق، يسرق في الخفاء، فتكون العقوبة بقطع اليد كي يعلم المجتمع بأنه سارق، وتكون العقوبة بقطع اليد لأنه استخدم اليد في السرقة من أجل زيادة ثروته، فتكون العقوبة بقطع الوسيلة التي استخدمها لزيادة ثروته، فتكون العقوبة هنا مضاعفة. هو سرق في السر، فتكون العقوبة علانية، يعني بفضح أمره. هو استخدم يده كوسيلة لزيادة ثروته وماله بشكل غير شرعي، فتكون العقوبة بقطع هذه الوسيلة التي استخدمها لزيادة ماله. يعني اعتراف الإسلام بحق الملكية الفردية يتوافق مع الفطرة الإنسانية ويتوافق مع الطبيعة الإنسانية، لأن من طبيعة الإنسان حب التملك. وكما أن الإسلام أعطى الفرد حق الملكية الفردية، فقد أعطاه أيضا حق الإرث والتوريث. وهذه الملكية الفردية تحقق العدالة بين الجهد والجزاء. يعني كما قلت في حلقة سابقة، الإسلام ليس كالنظام الشيوعي الذي يفرض على المواطن أن يبذل كل ما في جهده وأن يستنفذ النظام جهد الفرد، ولكن يعطيه ما يحتاجه فقط. الإسلام كافأ الفرد على جهوده فأعطاه ما يستحقه نظير جهدي، فهو هنا يحقق العدالة بين الجهد المبذول وبين الجزاء الذي يعطى المرء. والفرد مخلوق بالفطرة بحب الذات، يعني الآية القرآنية تقول وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان وإنه
لحب الخير الشديد. وآية أخرى: وأحضرت الأنفس الشحة، الشحة أي البخل. فالإنسان من طبعه الشح والبخل والحرص وحب التملك، وأن يعطي هذا الإرث أو هذا الملك الذي امتلكه أن يورثه لمن يأتي من بعده، لولده على سبيل المثال أو لأقاربه. فالإسلام راعى هذه الفطرة ولم يتعارض معها. طبيعة الملكية الفردية، الملكية الفردية في الإسلام ليست كالملكية الفردية في الرأسمالية، في النظام الرأسمالي الذي جعل الملكية الفردية بلا حدود وبلا ضوابط وبلا قيود. الإسلام وضع قيودا على هذه الفرد، على هذه الملكية الفردية، فهي ليست ملكية مطلقة. فالفرد أشبه بالوكيل على هذا المال، المال هو مال الله الذي استخلف الناس لرعاية هذا المال وللإنفاق منه واستخدامه طبقا لشرع الله. وما الفرد إلا وكيل على هذا المال، ولكنه مملوك للجماعة. يعني الآية القرآنية تقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني المال هو مال الله، استخلفنا واستخلف الناس فيه، فنحن خلفاء لا أصلاء في ملكية المال. والملكية، هذه الملكية العينية على سبيل المثال ملكية أرض أو ملكية مبنى أو ملكية مال، لا يكون لها قيمة دون حق الانتفاع ودون حق التصرف، دون حق التصرف والانتفاع. ولكنها أيضا لا تكون ملكية مطلقة أو انتفاع، لا تكون انتفاعا وتصرفا مطلقا بلا حدود. فهذا هذا الحق، حق التصرف وحق الانتفاع، يكون مرهونا بالرشد، ويكون مرهونا بحسن التصرف في هذا المال وفي هذه الملكية العينية. يعني الآية الكريمة تقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإنسان السفيه يعني لا يجب على المجتمع أن يجعل في من حقه وفي يديه إرثا ينفقه بسفاهة ويهدره. ولأن المال مال الجماعة ومال الله في الأصل، فالمالك الذي لا يكون له ورثة يؤول ملكه إلى الإمام. فالقاعدة تقول: الإمام وريث من لا وريث له. يعود المال إلى الجماعة ويتحكم في هذا المال ولي الأمر. فهذا دليل على أن المال ليس ملكية فردية، بمعنى أن الفرد مالك أصيل له، ولكنه مجرد وكيل عليه. بمجرد أن تنقضي حياته ولا يوجد وريث له، هذا المال يؤول إلى الجماعة، والمسؤول عن الجماعة هو ولي الأمر، هو الذي يتصرف في هذا المال. والإسلام لا يحبس المال في يد فئة قليلة. الآية الكريمة تقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى لا يصبح المال دول بين الأغنياء فقط، متداولا بين الأغنياء فقط، يتوارثه الأغنياء فيما بينهم، ولا يؤول أبدا إلى الفقراء، ولا حتى يؤول جزء منه إلى الفقراء. وضرب مثلا الأستاذ سيد قطب، ضرب مثلا بقصة المهاجرين والأنصار، أن المهاجرون حينما هاجروا من مكة إلى المدينة كان المهاجرون ما بين فقير وغني. الفقير ليس معه مال فهاجر بحاله، أما الأغنياء من المهاجرين فتركوا كل أموالهم وراءهم، خلفوها وراءهم في مكة وهاجروا إلى المدينة. فعندما وصلوا إلى المدينة أيضا كانوا فقراء، فاستقبلهم الأنصار، وحدثت هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في أروع وأسمى وأرقى صورها. وقاسموهم الأنصار كل ما لديهم من مال وحصاد وأرض وكل شيء. ولأن يعني لهذا الكرم الشديد، يعني أسمى آيات الكرم صدرت من الأنصار، لم يشأ أو لم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام
أن يطلب منهم إعطاء المزيد للمهاجرين، لأنه يعني رآهم يعطون كل ما لديهم بلا تقصير. فعندما حدثت موقعة بني النضير والتي لم يحدث فيها حرب، والفيء كله عاد إلى الله وإلى الرسول، لأن المواقع الحربية الفيء يعود، أربعة أخماس الفيء يعود إلى المقاتلين، والخمس الأخير يعود إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن موقعة بني النضير لأنها لم يحدث فيها حرب، فعاد فيئها كله إلى الله وإلى الرسول. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كي يحدث مزيدا من التوازن بين الفقراء وبين الأغناء، بين الأنصار والمهاجرين؟ فماذا فعل؟ أعطى كل الفيء للمهاجرين باستثناء اثنين فقط من فقراء الأنصار، أيضا نالوا من فيء موقعة بني النضير. والآية القرآنية هنا ذكرت هذه الحادثة فقالت: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمبدأ كراهية انحباس المال في أيدي قليلة من الجماعة، هذا مبدأ يقرره الإسلام بمنتهى الوضوح. المال لا يجب أن يكون محبوسا في أيدي قليلة من الجماعة حتى يحدث توازن بين الفقراء وبين الأغنياء، لأنه لو لم يحدث هذا التوازن ستكون هناك كوارث اجتماعية، سيحدث حقد وبغضاء وكراهية وحسد من الفقراء تجاه الأغنياء كما يحدث في المجتمع الرأسمالي، وأيضا ستضيع كرامة الفقراء، لأن الفقير سيضطر إلى مداهنة الأغنياء الغني، سيضطر إلى مداهنته، وفي هذا إهدار لكرامة الفقير. الإسلام راعى كل هذا، فلم يجعل المال محصورا ومحبوسا في أيدي جماعة قليلة من الأغنياء. وهناك ثلاثة أنواع من المال يكون من حق الجماعة، لا يمكن لفرد واحد أن يمتلكها. وفي هذا حديث شريف يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. الماء والكلأ والنار، وسنتعرض لهذه النقطة فيما بعد في وسائل التملك الفردي، يعني الأستاذ سيد قطب شرح هذه النقطة بالتفصيل، بشيء من التفصيل، حين تحدث عن وسائل التملك الفردي. هذه الأشياء التي تعود ملكيتها إلى الجماعة تكون من ضروريات الحياة، وتختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى بيئة. الأستاذ سيد قطب ينهي هذه الفقرة في صفحة 94 فيقول: فخلاصة الحقيقة عن طبيعة الملكية الفردية في الإسلام أن الأصل هو أن المال للجماعة في عمومها، وأن الملكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود، وأن بعض المال شائع لا حق لأحد في امتلاكه، ينتفع به الجميع على وجه المشاركة، وأن جزءا منه كذلك حق يرد إلى الجماعة لترده على فئات معينة فيها هي في حاجة إليه لصلاح حالها وحال الجماعة معها. ينتقل بعد ذلك إلى وسائل التملك الفردي فيقول: الملكية لا تكون إلا بسلطان من الشارع، الشارع هو الذي يعطي حق هذه الملكية، ولا تثبت إلا بإثبات الشارع لها. وقال بأن العمل بكل أنواعه هو وسيلة للتملك، والوسيلة الوحيدة للتملك، وهذا العمل يعني يظهر في أشياء وصور عديدة، فحصر منها 10 يعني أسباب أو 10 وسائل. الوسيلة الأولى الصيد،
الصيد، سواء صيد الطير والحيوان والأسماك. الوسيلة الثانية إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها، في قطعة أرض لا مالك لها، فهنا يحق لفرد من الأفراد المجتمع، لمواطن، أن يضع يده على هذه الأرض وأن يعمرها. ولكن هنا الأستاذ سيد قطب يعني يضرب ويعقد مقارنة بين القانون الإسلامي وبين والنظام الإسلامي وبين القانون الوضعي الفرنسي. في القانون الوضعي الفرنسي، القانون الوضعي يعطي لواضع اليد حق إعمار هذه الأرض خلال 15 عاما، إن لم يعمرها خلال 15 عاما تسحب هذه الأرض وتؤخذ هذه الأرض منه. ولكن الإسلام جعل هذه المدة 3 سنوات فقط. والأستاذ سيد قطب يقول إن طبعا النظام الإسلامي والقانون الإسلامي هو أفضل بكثير، لأن الهدف من امتلاك الأرض ليس مجرد وضع اليد عليها وأخذها، لا، الهدف من امتلاك الأرض هو إعمارها. فإن لم تستطع إعمار الأرض خلال 3 سنوات، إذن فهي ليست من حقك، واتركها لغيرك كي يعمرها. وطبعا هنا الإسلام، القانون الإسلامي أفضل بكثير من القانون الفرنسي الذي يعطي الناس الحق في أخذ الأرض وتركها 15 عاما بدون إعمارها، وفي هذا إهدار لثروات المجتمع. الوسيلة الثالثة استخراج ما في باطن الأرض من معادن. يعني أيضا شخص ما وضع يده على أرض، على قطعة أرض، وفجأة اكتشف أن في هذه الأرض بعض المعادن، بترول، ذهب، فضة وما إلى ذلك. طبقا للقانون الإسلامي 4 أخماس ما يستخرج من هذه الأرض يكون للمالك الذي استخرج هذه الثروات المعدنية، والخمس الأخير ينفق في الزكاة. 4 أخماس للمالك والخمس الأخير ينفق في الزكاة. والسؤال هنا الذي يطرحه الأستاذ سيد قطب، طيب البترول والفحم والحديد في عصرنا الحالي، هذه المواد الخام لم تكن موجودة في عصر النبوة في العصور الأولى، هل تعد ملكية جماعية أم من حق الفرد الذي وضع يده على قطعة أرض خالية ووجد فيها ثروات طبيعية أن يستخدم هذه الثروات الطبيعية لنفسه كالبترول والفحم والحديد؟ يقول طبقا لرأي المالكية الأرض لا تعني تمليك ما في باطنها، يعني طبقا للمالكية هذه المواد الخام تعد ملكية جماعية من حق المجتمع ومن حق الجماعة. والأستاذ سيد قطب يعني يذهب أيضا إلى هذا الرأي ويتفق مع المالكية في هذا الرأي. الوسيلة الرابعة للملكية هي تصنيع المادة الخام لتفي بحاجة حيوية. أيضا هناك مادة خام تم العثور عليها وبعد ذلك يتم تصنيعها وتنقيتها من أجل استخدامها في حاجة لتصبح زي البترول كده على سبيل المثال، البترول الخام أو المعادن الخام اللي يتم تصنيعها وتنقيتها من أجل استخدامها بشكل أنفع وأفضل للمجتمع. الوسيلة الخامسة هي التجارة، أيضا عن طريق نقل هذه المادة الخام من مكان إلى مكان آخر، ومن أجل أيضا تصنيعها واستخدامها بشكل أفضل، سواء مادة خام أو سلعة منتجة. الوسيلة السادسة العمل بأجر للآخرين، وهناك آيات قرآنية وأحاديث شريفة تحض على وتحث على العمل. فالآية القرآنية تقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأيضا حديث شريف ما أكل أحدكم طعاما قط خيرا من عمل يده. فالإسلام يحث على العمل ويحث على الاجتهاد في هذا العمل. الوسيلة السابعة هي الغزو، والغزو هنا الملكية فيه نوعان، الملكية السلب، ملكية السلب، والسلب هو كل ما مع القتيل. طبقا للحديث الشريف من
قتل قتيلا له عليه بينة فسلبه له، يعني ما يملكه هذا القتيل له، وملكية الغنيمة أيضا، غنيمة الحروب الغزو، وأربعة أخماسها كما قلنا سابقا تكون للمحاربين للمقاتلين، والخمس الأخير يكون لله وللرسول. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الوسيلة الثامنة اقطاع السلطان بعض الأرض، وهذا حدث في عصر النبوة وفي عصر أبي بكر وعمر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع بعض الأراضي وأعطاها لأبي بكر وعمر تقديرا لهما على جهودهما في الإسلام، وأيضا هذا ما فعله أبو بكر وعمر بن الخطاب، ولكن طبعا هذا يتم في حدود ضيقة ولا يتم بإسراف، فلا يمكن إعطاء الأراضي بإسراف حتى لا يدخل فيها شبهة يعني المحاباة والمجاملة للأقرباء وما إلى ذلك. فيعني اقطاع السلطان بعض الأرض جائز ولكن بحدود، في حدود المقبول وبلا إسراف. الوسيلة التاسعة الحاجة إلى المال للحياة. الإسلام شرع صرف أموال الزكاة في وجوه معينة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالناس الذين هم في حاجة إلى الصدقة وإلى الزكاة أيضا هنا من الواجب إنفاق هذا النوع من المال عليهم، فمن حقهم أيضا، الزكاة حق للفقير وحق لمن يحتاجها. الوسيلة العاشرة والأخيرة قال شتى صور العمل، شتى كل وسائل وكل صور العمل أيضا هي وسيلة شرعية من صور تملك المال، سواء كان هذا العمل جهد عقلي أو عضلي. جهد عقلي، إنسان قدم لك جهدا عقليا، سواء علمك شيئا، أي وظيفة عقلية زي التدريس، الصرافة، الدكتور، الطب، كل هذه الوظائف التي فيها جهد عقلي، وأيضا الوظائف التي فيها جهد عضلي، أيا كان العمل في شتى صوره. طريقة نقل الملكية تكون بالإرث والوصية والبيع وسائر العقود. الإرث والوصية وآية الميراث والإرث، يعني فصلت قوانين الإرث بالتفصيل، وأيضا هو تحدث عنها في فصل التكافل الاجتماعي. والوصية التي لا يجب أن تتعدى الثلث، الوصية لا يجب أن تكون أكثر من الثلث، هذا هو الحد الأقصى لتلافي بعض، يعني الوصية شرعت لتلافي بعض الحالات التي يحرم فيها بعض الأقارب من الإرث، على حين أن في بعض الأقارب الآخرون أقرب إلى المالك المتوفى، فيحرمون أقارب آخرين من الإرث، ويكون من أجل صلة الرحم ومن أجل يعني نزع فتيل الغيرة والحقد والحسد. فالوصية هنا يعني تكون شيئا محمودا بشرط ألا تتجاوز الثلث. والهدية والهبة تكون في حياة الإنسان أيضا، من حق الإنسان في حياته أن يهدي وأن يهب من ثروته لمن يشاء، بشرط أيضا عدم الإسراف، لأنه لو أسرف في الإنفاق فهنا من الممكن الحجر عليه بتهمة أو يعني بزريعة عدم الرشد، و لأنه سيجلب يعني الضرر على أقارب له في الأسرة وفي العائلة، فيسلب منه حق التصرف في ملكيته. وتحدث أيضا عن الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ذكر هذه النقطة بالتفصيل في فصل التكافل الاجتماعي، وأن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه يكون عليه تبعة الإنفاق وعليه مسؤولية الإنفاق. ويقول إن مبدأ الوراثة
يتسق تماما في الإسلام، يتسق تماما مع العدل الاجتماعي ويراعي الفطرة الإنسانية، وأنه أفضل بكثير من النظام الإنجليزي الذي يجعل التركة كلها للابن الأكبر فقط. هي تسمى باللغة الإنجليزية primogeniture. primogeniture معناها أن الابن الأكبر هو الذي يرث. كان هذا في القانون الإنجليزي وظل معمولا به حتى عام 2011. حتى عام 2011 كان هذا القانون primogeniture معمولا به في الأسرة المالكة، الابن الأكبر فقط هو الذي يرث، ولكن تم إلغاؤه في عام 2011. ويقول طبعا النظام الإسلامي أفضل بكثير من هذا النظام الإنجليزي الوضعي الذي يعطي الابن الأكبر فقط حق الملكية. يعني نشوف يعني الإمبراطورية البريطانية والنظام الغربي استغرق قرونا طويلة كي يصل إلى ما وصل إليه الإسلام وإلى ما قرره وشرعه الإسلام منذ أكثر من 14 قرنا. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله المرة القادمة سنتناول طرق تنمية الملكية وطرق إنفاق الملكية. وحتى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.